فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فحياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان واهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب. وأعذنا يا ربنا من الزلل اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ودعاء مستجابا ونسألك اللهم توفيقا دائما ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر تفضل يا هند السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا هند يا شيخ أنا. أنا عندي بنت إيه؟ عندي بنت عمرها 13 او 14 سنه. نعم. يا شيخ انا أعصب بتاع وهي يعني. ما حني تعاندني يعني. إيه. تعاندني تقول كلام مو زين ما حني تعاندني وصلاه ما تصلي. واقول لها صلي كذا ما ترد علي فما أطل معي. وثاني شيء يا شيخ انا ترفع معي ضغطي ترفع الضغط معي. مم. واقول كلام والله الله ما يرضى، والله يا شيخ ان كل وقتي ان تصفرني من حياتي واقول كلام مني اني اتندم عليه بلحظتي واني ابكي لامي نفسها من الكلام اللي اقوله انا انا تقهرني يا شيخ ومع أربع 24 ساعه تقول مي بنت تقول هذه مي بنتي كانها بنت الجار مي بنتي يعني انا ما كاني امها تشوف ان هي تتابعني الان تشوفك يا شيخ الحين هذه توجهت جت عندي ان شاء الله ان شاء الله بوجهها نصيحه الله سؤال يا شيخ الله يطول عمرك ويوفقك تفضل <applause> انا غ... انا نفسي اروح المكة عمره او حجه اي وزوجي يقول اودي بالطائرة وانا خايفه يا شيخ من الطايره ما ادري هذا الشيطان ما ادري وش يعني ابيك تنصحني وش سعر. وانا خايفه ابي خوف والله يا شيخ ما عمرك سافرت بالطايره؟ لا والله يا شيخ انا خاف حتى هذا الاسانسير وكذا هذا الكهربائي ما اركب اخاف منه الله يعيننا وياك طيب يا هند أيه. ان شاء الله بدك ابيك تشوف تقول لي من هذا للشيطان ان شاء الله ان شاء الله الله يطول عمرك يا شيخ يا مرحبا عدنان الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك يا شيخ عندي سؤال تفضل اخوي بداية الصلاة إذا لم أقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت فقط بسم الله الرحمن الرحيم يعني الصلاة صحيحة؟ إن شاء الله يا عدنان الله يسلمك مرحبا مرحبا ابو عبد الله من السعوديه تفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله الله يجزاك خير يا شيخ وياك يا اخي آه عندي سؤال واحد تفضل آه بالنسبه للزكاه اذا كنت اطلب واحد دين وتنازع عن دين في الزكاه له هل هي صح ولا لا؟ كيف يعني تبغى تتبرع فيها زكاه يعني؟ يعني آه 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 حاطه واحد دين انا فلوس كذا اي ايه وعندي وقت كذا وتنازل عن يعني اسامح بقيمه الزكاه كذا اي يعني تجعل الدين اللي عنده في مقابل الزكاه اللي بتدفعها ايوه زي كذا ان شاء الله ابو عبد الله يعطيك العافيه مرحبا اخوي مرحبا تفضل ناجي ناجي راح من ليبيا تفضل طيب طيب اروح للاسئله عندي بالامس ابو محمد قبل ابو محمد طبعا فيه احد الاخوه اللي اتصلوا امس يسالون عن اسماء النبي عليه الصلاه والسلام الاخت عائشه الاخت عائشه من دبي طبعا انا ذكرت لها اسم محمود هو ليس اسم يا اخت الفاضل انا لما رايت الاعاده هو ليس اسم منصوص عليه لا في القران ولا في السنه وانما صفه يصفين يصفونه بانه محمود والنبي عليه الصلاه والسلام اللي صح من اسمائه محمد واحمد وايضا نبي الرحمه ونبي الملحمه والحاشر والعاقب، هذا اللي جاء في الصحيحين بارك هذا للتنبيه فقط بارك الله فيك. ابو محمد بن العين بالامس يقول يعني احيانا لما ندخل المسجد فيه مجموعه من العمال يدخلون المسجد بثيابهم وفيها من الروائح الشيء الكريه الذي ما يستطيع الانسان يتحمل يقول هل يلزم إن الإنسان يضع كتفه على كتف هذا الإنسان أخوي محمد أولا بارك الله فيكم يا إخواني ويا أخواتي يا كل من يشاهدني اتقوا الله عز وجل في بيوت الله للأسف الشديد الآن كثير من الناس يعني ليس عندهم العناية لبيوت الله جل وعلا كما هي العناية لبيوتهم أو في مقابلاتهم مع الآخرين ربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ذهب الى المسجد يلبس اجمل ثيابه واحسن ثيابه وكان يضع الطيب عليه الصلاه والسلام وكان يتجمل للصلاه وللاسف الشديد الان كثير من الناس اصبح الصلاه عنده اخر اهتماماته سواء من ناحيه ادائها او من ناحيه يعني بذل الاسباب التي يعني جاء جاءت النصوص الشرعيه بالحث عليها ومن ذلك قضيه اللباس ومن ذلك قضيه الروائح يعني بعض الناس الآن يأتي بروائح كريهة النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد مع أن أكلهما حلال ولكن لخبث الرائحة ولعدم تحمل الناس لرائحة الثوم والبصل والكراث منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مصلانا هذا لا يجي الصلاة لا يجي مسجدنا فكيف بمن يأتي بثياب فيها من الروائح الكريهة ثياب العملة والمحترفين وثياب أهل المهن يدخل المسجد فيها لا اتقوا الله يا إخواني بارك الله فيكم فالإنسان إذا لم يكن مستعدا للصلاة لا يأتي المسجد لا يأتي بيت الله وكونك تقول والله أنا أحب الصلاة وأرغب الصلاة كيف تمنعني أنا ما أمنعك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي منعك النبي عليه الصلاة هو الذي منع قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراه فلا يقربن مصلانا هذا ما يقرب مصلانا هذا يعني سقط حقه في قضية حضور الجماعة ما له حق أن يحضر الجماعة ويؤذي الملائكة يؤذي المصلين وهذا الذي يأكل بصل وثومه كيف بالذي يأتي بثياب وقد خرج من المجال والصرف الصحي أو جاء والله من ورشة ميكانيكية أدهان وزيوت وشيء من هذا القبيل هذا لا لا ينبغي ان يعني يتعاطف معه تحت اي ظرف، يعني بعض الناس يقول لك يا اخي هذا يحب الصلاه، على العين والراس يحب الصلاه لكن يستعد للصلاه، والله لو كانت في امور الدنيا ما سواها، ولو انه الان يقولون له ستقابل المدير ولا مسؤول بعد شوي، راح اشترى ثوب من السوق، وراح رتب وضعه واغتسل وراح يقابل المدير، اما المسجد لا ما في ما في اهتمام، لا اتقوا الله خاف الله عز وجل، الان بعض العمال هؤلاء اللي اللهم بارك انا رايته بام عيني مع كيس ومع ثوب ابيض، اذا جاء وقت الصلاه راح وتنظف في دورات المياه المساجد دورات مياه المساجد واستعد ما شاء الله ثم لبس الثوب الابيض ودخل المسجد وبعضهم مع العطر انا شايفه بعيني ما شاء الله اللهم بارك هذا فعلا هو الذي يعني يعني مؤدي للواجب الذي امر الله عز وجل به متقيد بالشرع اما ياتي الشخص يقول لك انا ما هم كيف ما هم الان اغلب المساجد مفروشه هي المساجد كلها مفروشه فلما يخرج يعني بعض المصلين يطبع يطبع على المسجد أثر زيت أثر زيت يعني يكلف الإمام المسي أو الجهة الراعية إن المساجد يكلفها مبالغ مبالغ على الناس أن يتقوا الله ما ما يجوز لنا نقول والله ما دام يحب الصلاة وهذا تكبر وين التكبر فيه هو الذي أخطأ أن وسلم منع الصحابة اللي يأكل ثوم ولا بصل يقول لا تجي المسجد صلي في بيتك ولا صلي جماعة في, في, مكان آخر فيا أخوان اتقوا الله في البيوت الله عز وجل خاف الله عز وجل في بيوت الله وحقيقة دعوة أيضا لأهل اليسار وأهل الغنى مثل ما هو حاصل الآن في كثير من مساجدنا ولله الحمد أو في بعض عفوا مساجدنا ما حاطين ما شاء الله اللهم بارك خزائن وفيها الثياب البيض وفيها بعض الملابس الطيبة وفيها الأشياء التي ممكن الإنسان إذا اغتسل يلبسها حتى يدخل المسجد هذا طيب وهي حقيقة رسالة لمن يشاهدني من لديه قدرة واستطاع على أن يوفر هذه خاصة في المساجد القريبة من الصناعية القريبة من الأماكن العمل والشغل القريبة من الورش ورش النجارة والحدادة وورش السيارات ممكن يعتنى بهذا الباب أما أنت يا أخي الفاضل أنت معذور ولذلك لك الحق بأنك لا تأتي بهذه السنة من حيث وضع الكتف على الكتف إذا كنت تعتقد بأن هذه يؤذيك وهذا يذهب عنك الخشوع يعني هذه ما يسمونه سد الذريعة لأن الخشوع مطلوب فأنت ممكن لك الحق الكامل بأنك تبتعد عنه شيئا يسيرا وذلك لاجتناب هذه الروائح الكريهة فما في بأس في هذا ويا أخوي أبو محمد طيب أنك تنصحه بعد الصلاة تأخذ بيده برفق وبلين تقول يا أخي الفاضل بارك الله فيك وإذا ما عندك ثوب هذه هذه قيمة الثوب حطه معك في كيس وتعال الآن العمال وكذا يشرون أشياء كثيرة علشان مصلحة البدن ومصلحة كذا، يا هذه مصلحة الدين، يشيل معه بكيس ويحطه ويلبسه، هذه 15 درهم 20 درهم اشتري ثوب من الثياب وخله دائما معك ولعلك ان شاء الله تكسب اجره. الاخت هند من السعودية تقول عندها بنت عمرها 13 او 14 سنة تقول يعني هذه البنت يعني دائما اعصب عليها لانها ما تطيعني وتعاندني وشيء من هذا القبيل وامرها بالصلاة ما تصلي، تقول يعني للاسف حتى ان الضغط يرتفع عندي واقول كلام واتندم عليه مباشره، ما العمل في مثل هذا؟ اولا يا اختي الفاضله بارك الله فيك، بالنسبه لابنتك ما دامت انها تشاهدني الان وجالسه امامي اقول لها اتق الله في الوالده، الوالده الان مريضه مسكينه في الضغط، والوالده تحب لك الخير، والوالده تريد لك الجنه، والوالده ما تريدك ان تدخل النار ولا ان تعاقبي في القبر، الوالده الله يحفظها الان جالسه تنصحك ما تامرك بمنكر. وما تأمرك بسوء تأمرك بالمعروف تقول صلي لأن الصلاة شعار أهل الإسلام شعار أهل الإيمان الصلاة تدخل الإنسان الجنة بعد توحيد الله عز وجل وطاعة الوالدين يا يا أختي بنت بنت الأخت بنت أخت هند طاعة الوالدين واجبة بارك الله فيك الله عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قل جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني كل ما تستطيعين عليه من الإحسان يجب عليك أن تبذلين لوالدتك والله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذا قلت للوالدة أف أنت ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب أنت تسمين عاقة عند الله عز وجل، الله عز وجل يقول اللي يقول للوالديه أوف هذا عاق ما يدخل الجنة عاق، وما يدخل الجنة قاطع رحم، وما يدخل الجنة اللي يسيء لوالديه، ولذلك كلمة أوف لو كان هناك كلمة أقل من أوف ها لذكرها الله عز وجل، هذه الوالدة اللي الله عز وجل جعلها سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة، بطنها كان لك حواءً وصدرها لك غطاءً وحجرها لك وطاءً هذه الوالده اللي حمتك ونظفتك وانت صغيره وشالت عنك الاذى وتتلذذ في هذا ما كانت تنزعج وربتك وكبرتك ما شاء الله وصرتي بهذا السن هذا جزاها هذا هذا الان الجزاء اللي تردين لها هذا الاحسان تردين لها بدل ما تقومين على خدمتها ورعايتها وتقومين على إرضائها خاصة وهي مريضة تروحين تعاملين بمثل هذه المعاملة يمكنك شفتي بعض البنات وتقلدينهم بعض البنات هذول مهم قدوة القدوة الطيبات الخيرات اللي, اللي, اللي المتربيات صح اللي يراعون والدتهم ووالديهم ويعتنون ببرهم والاستجابة لهم وإذا قالوا نصيحة طبقوا هذا الذي ينفع هذا الذي ينفع وبعدين الوالدة ما أمرتك بمنكر قالت لك صلي يا فلان، كيف تتركين الصلاه؟ وكيف ترفعين صوتك على امك؟ من اللي يرفع صوته على والديه؟ الا انسان والعياذ بالله قلبه قاسي، او انسان والعياذ بالله يريد سخط الله، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين، يعني اذا ما رضي الوالدين الله ما يرضى عنا، اذا ما رضي الوالدين عنا، الله ما يرضى عنا، ويقول النبي عليه الصلاه والسلام الوالد يعني الام او الاب اوسط ابواب الجنه، امسك هذا الباب ولا ضيعه. إذا بريت أمسكت هذا الباب ودخلت معه إن شاء الله وإذا ضيعته رحت للنار يروح الإنسان للنار فيا بنتي بارك الله فيك الله يرضى عليك يبارك فيك والدتك واضح أن امرأة صالحة وطيبة وخيرة ودائما تسأل الأسئلة الطيبة طيعيها في طاعة الله وترضيها والله لو ما سويتي لها والله ما تجازينها النبي صلى ما الله عليه وسلم يقول ما لا يجزي والد ولده أبدا ما يمكن إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ولذلك ما يمكن تجازينها ابدا وبعدين شوفي الامور دين الامور دين يمكن ما تفهمين هذا الكلام الان دقه بدقه وان زدت زاد السقه بمعنى ان الان انت الان في سن مراهقه ما تفهمين هذه الشغلات الله عز وجل من سنته الكونيه ان اللي يعق والديه يسلط الله عقوبه عليه في الدنيا ابدا البغي وعقوق الوالدين العقوبة معجلة والعقوبة يا بنتي ما هو بشرط الواحد والله يجي حادث ولا يحترق ولا شيء لا في عقوبات ما يعلم عنها إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ولذلك من الآن ترضي الوالدة وطلبي سماع انا اجزم ما في ام ما في ام تحقد على أمها الا على ابنتها الا ام خلاص هذه واصله مرحله البنت اذا اعتذرت لامها يعني قبلت العذر ورضيت عنها ودعت لها من الآن ما تدرين أنت يا بنتي الآن تتوقعين أنك تعيشين 80 سنة ولا سبعين سنة ما يدري أنت أكيد عندك زميلات في المدرسة وجيران وأصدقاء من الجماعة بعضهم عمره 16 و 17 مات كيف تلقين ربك وانت عاقة الله أعلم إن شاء الله العمر كله إن شاء الله تعيشين مئة سنة لكن ما يدري الإنسان ما عندنا صكوك والله نعيش السنة الفلانية فالإنسان يتقي الله ويخاف الله ومن الآن لا يلقى الله عاق إذا لقيت إلا عاقة والله ما تفلحين أبدا والله ما تدخلين الجنة لأن هذا قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام هند من السعودية تقول بأنها يعني راغبة تروح المكة في الحج أو العمرة وزوجها عرض عليها الذهاب بالطائرة تقول يعني أنا أتخوف من الطائرة ولا أستطيع وعندي عندي رهاب من الطائرة وشيء من هذا تريد النصيحة أختي الفاضل هذه مش ما, لها علاقة بالفتوى هذه ما لها علاقة بالفتوى السفر بالطائرة وبالقطار وبالباخرة وبالسيارة وبأي وسيلة من وسائل النقل كلها مشروع الحمد لله فهذه راجع لك أنت قضية تقول والله ما عمر ركبت الطيارة اركبيها ويمكن إذا ركبتيها الله يعين زوجك عليك دائما تقول وديني لأن الطائرة مريحة الطائرة مريحة ولله الحمد وأكثر أمان يعني وجود حالات والله حوادث بسيطة ما يعني هذا الآن ملايين الرحلات في اليوم أو مئات الألوف في اليوم ملايين في الشهر ما الناس الحمد لله في عافية وفي خير فإذا قال زوجك ورغبك في هذا ما فيها شيء عادي تقول والله أنا ما أقدر وكذا الله يعينك على السيارة عدنان بارك الله فيه ابو ظبي يقول يعني في بدايه الصلاه يقول ما قلت الاستعاذه وانما البسمله مباشره، ما حكم الصلاه؟ الصلاه صحيحه الصلاه صحيحه يا اخوي عدنان اللي ما يستعيذ وما يبسمل الصلاه صحيحه ولله الحمد لان البسمله والاستعاذه سنتان سنتان يقراهما المصلي، فاذا انت الان قلت الله اكبر وبعدين بديت في دعاء الاستفتاح وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صلاتك صحيحه ولله الحمد لكن مستقبلا لا تفوت الاستعاذه، والاستعاذه في الركعه الاولى بس بالمناسبه، الاستعاذه في الركعه الاولى فقط، اول ما تقرا بعد دعاء الاستفتاح تجيب الاستعاذه والبسمله وتكمل، في الركعه الثانيه والثالثه والرابعه تجيب البسمله فقط بارك الله فيك. تفضلي يا نور من موريتانيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عندي اربعه اسئله. تفضلي. السؤال الاول هو انا عندي دعاء دعاء هذا دعاء التشهد قبل السلام ذاك اللي انا يعني ما نحفظه وعندي في كتاب تو مكتوب فيه كان جايز لي نقراه سابق السلم طيب السؤال الثاني يعني القران ما نحفظه نحفظ منه شيء جاب تخص على شيء منه نقدر نصحى فين تنقوم في الليل لقبلونا قراه هي كان في جايز ان شاء الله السؤال الثالث هو انا اللي نعود سايده تم نقول يا الله في في يا رب زيدني في زيدني في حبك وحب نبيك زدني في يقينه يعني نطلب مولانا يزيدني في الخشوع لكن نقول له يا الله زيدني في حبك وحب نبيك زيدني في كذا زيدني في يقيني بك هل يجوز ذلك؟ هذا متى تقولينه؟ انا ساجده وانت ساجدة طيب سؤالي سؤالي الرابع هو هو لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده. ها نسيتيه ايه سؤالي يو. الرابع نعم المسلسلات هذه يعني كان حرام والآن أنا الحمد لله ما خرصهم يقير عندي حد يخرصهم يا شيخ عندي والدة تخرصهم دائما ننهي عنهم وتقول لي عني ما يعنيني في شيء وعني ما كذا وانا نقول لها ندورك يا شيخ عندك حلقه صب خاصه طلبتك منك انا قد سمعت عند علماء هون مرسال عنهم حرام وانا ما نخرص ولله الحمد اصلا التلفزه جايبها انا محدني مثلا محدني في طبخ الشباب ولا النوع ان هي الوالده عنها تنسيها عنه, عنه وتسبب تقول لي عنها ما نسوي اللي عنها ما كذا يا شيخ م. انا يعني كان عندي رقمكم وماسك عندي انا ظروفي ما تسمح لي تسلفني على البرنامج بيدي تسلفني ويحسن الوادي نقد نقد الرشيد ان شاء الله حاضر يا نور بارك الله فيك اهلا وسهلا شكرا نعم. يا شيخ الدعاء نعم تفضلي يا مريم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ عندي سؤال تفضلي آه الله يخليك بعد راحة العمرة يعني احنا كم سنة ما أنا الحين من كم سنة يعني استوى إيه؟ راحة العمرة اللف على الكعبة شرفها الله عقب لفت يد صوب طيب الحريم منه ودش صوب طيب الحريم منه يشن عند الحجر الأسود زين عقب هذا الشرطي واقف كان وواحد لابس خزانة شخصي كان واقف حلفوها قال لي قولي انت والله العظيم ان انت ان يد ان ما بين حريم دشيت اقول لي يعني انا جيت ما بين الحريم والحريم خبرني انا في الزحمه قررني فصل قال ليش انا في الزحمه وكذا قال ما أنا في الزحمه كلها وكذا وقفت فصل الدور هي الدور يعني حلفوها يعني وش الحل هاي يعني يعني وهي بعد بهاي إيه جيت ما تنوي يعني حلفوني إيه ما تنوي وحلفوا وهي صدقت ولا كذبت؟ لا 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 ما كذبت صدق يعني هي جت تريد الحجر الاسود؟ من, من اليمين هي جت واللفة طيب. ما بين حريم واقفين، اللفة دشت داخل عندهم على على الحجر الاسود قبل قبل توصل الحجر ها قبل قبل في ما بين الحريم والصاد يعني فد عشر حريم 15 حمام واقفين تقول مدشر تقول ما بينهم بس تو تقول زحمه وتم يدزون الاخر يوم الاخر دزون يعني, يعني وتقعد وقفت في وهذا وهذاك الرجال حلفني يعني أيه. وش الحل يعني الحين؟ حلفك انت لا ما بدي يعني وحده وحده اي لكن هي الان هي جت من جهه اليمين وصارت قدام الحريم عند الحجر الاسود ها؟ ايه قبل ما توصل قبل ما يوصلن قبل ما يوصلن اي قبل ما يوصلن ها؟ ايه ايه الحين السؤال اختي مريم الان السؤال عن الحلف ولا عن السؤال عن قضيه بدايه الشور؟ لا عن الحلف عن الحلف عن هاي الحين دزيت وهي حلفت يعني وش الحلف هنا؟ اي وهي ما كذبت ان شاء الله لا لا ما كذبت ان شاء الله يا مريم ابشري ايه ما كبرت مرحبا مرحبا وعندي بعد سؤال غيره ويخليك يلا تفضل اسمع اقول يعني هاي هاي سألني روحي يروح يقول لك من يعني من بنتي يعني بنتي انا يعني خذت واحد وعيال ما يجي وهي بغت تطلق وانا ما خليته ايه ما خليته تطلق الرجال ما تطلق. ما خليته تطلق الله يخليك اليوم ما خليته تطلق وعقب العمه وحماية كلها ضراب عليها وكلها سب عليها وكلها ما ادري شو يعني قال يعني من هي بقيت الله حتى جاي لها أن امي انت ما بغيتي عليه علينا ما وأنا انا ما عندي خبر انهم عقب يولي لي خبر وعقب يا قلت يعني هاي منا روحنا منا وفينا ما عليه ليش انا اسوي علي يعني بلا زياري ما عندي الحمد لله رب العالمين يبغون حالي من حالهم غير عطيتهم انا يوم عطيتهم كله سب وكله شتيم وكله اقول لك مش بقول لك انا الحين يعني كلام ما زين واحد دا... يدوس مش بدي ما في داعي لما ما في داعي هم يعني ب بي... بنسيفهم بي... بهذا هم كلهم شيء يحطون انا قلت يا بنت ما تصيح وتسوي انا قلت لها لا سيري ما عندهم ليش سيري عندهم مريم مريم مريم, نعم الله معم. يرضى عليك واضح ان هذا السؤال خاص واسري واجتماعي ممكن تاخذين تليفوني تكلميني بعد البرنامج افضل جزاك الله خير. إيه لأن خيره. هذا خاص. رقم لا لا بيساعدونك إن شاء الله، لأن هذا أسري وخاص وكذا وإن شاء الله. إن شاء الله. أبشري شاء الله أبشري أبشري. أبشري, أبشري. مرحبا. مرحب. طول عمرك. مرحبا مرحبا. مرحب. أبو خالد. تفضل يا أبا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أبو خالد. يا شيخ أريد التوضيح في اخفض التلفزيون يا ابو خالد اخفض التلفزيون اخفض التلفزيون عشان تسمع بشكل واضح نعم. واسمعنا من نعم. الهاتف بارك الله فيك تفضل نعم. تفضل التوضيح في صلوات صلوات الرواتب 12 ركعه اي أه، كان كاين منهم ركعتين قبل الفجر هم, هم هل هما ركعتين الفجر ام لا وركعتين بعد العشاء هل هما ركعتين الشفع ام لا ان شاء الله اريد توضيح هذا جزاك الله خير. ان شاء الله يا ابو خالد ابشر. لي سؤال ثاني. عندي ابن زادت عنده بنت سماها دينا. انا الاسم جاني غريب يا شيخ. هذه من ابناء سيدنا ايوب عليه السلام، هذه صح ام لا؟ سماها دينا. دينا. اي. من اسماء ايوب عليه من السلام. من ابناء سيدنا ايوب. عليه السلام. طيب يا ابو خالد تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل يا علي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. يعطيك العافيه. يعافيك. طال عمرك في سؤالين عندي. تفضل. سؤال واحد طال عمرك الحين عن هذا اللي يعملون في سياره يحطون مبالغ يعني 100 ميت نفر 200 نفر 1000 نفر يصير سحب ياخذه واحد. هل هذا حلال ولا حرام؟ لا 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 يا علي عيد علي السؤال هذه مسألة يعني اختص... شو اسمه؟ مسألة آه. معاملات، عيدها علي ايش ايش المسألة ايش؟ أقول لك سحب بالمثل سحب على جو... جو... جوائز بالمثل كل يحط فيها هذا بالتخ... اللي اللي في المولات؟ في المولات ايه اي ياخذها واحد طيب حلال هذا ولا, ولا حرام؟ إن شاء الله إن شاء الله وبعدين سؤال ثاني طلع منك شيخ، تعطي وقتك؟ إي تفضل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان اللي يتخلفون عن عن المسجد يامر ناس بجمع حطب وحرق عليهم بيوتهم يخلفهم عن صلاه الجماعه، هذا حديث صحيح؟ ان الله عليك. فيك العافيه شيخنا طول الله الله يعافيك. من؟ تفضل يا فريد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ لو سمحت إذا واحد اشترى عقار من حدا ثاني. إيه. بموجب وكالة ولكن ما سجل العقار هل بيحق بعد حوالي ست شهور يبيع العقار هل حرام او لازم يسجل العقار باسمه من بعد يبيع العقار هو وكيل هو ولا صاحب هو المشتري ولا وكيل هذا لا هو بائع بيع العقار لمشتري ولكن المشتري ما سجل العقار باسمه مم. بيع العقار بعد حوالي ست شهور لا اخر اي يا ترى الشيء صحيح ولا لازم المشتري يسجل العقار باسمه وبعدين يكون لحد ان شاء الله يا فريد شكرا فريد الشيخ عفوا طيب اكتفي بهذا القدر ارجع الى الاسئله طيب ابو عبد الله من السعوديه يقول يعني هو يطلب شخص دين يقول وما سددني الى الان يقول عندي زكاه ممكن انني اسقط هذا الدين من خلال هذه الزكاه لا ما يجوز ابو عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك الزكاة تحتاج إلى نية الله عز وجل جعل للعباد لكل عبادة نية يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والزكاة أيضا فيها أخذ وإعطاء أن تعطي ويأخذ الفقير المسكين قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء تملك فهذه أنت الآن جررت نفع لنفسك من خلال إسقاط الدين من هذه الزكاة، هذا ما يجوز يا ابو عبد الله الله يرضى عليك، لكن أنت الآن أمام هذا الشخص أمام مع هذا الشخص أمامك أمران أو أمرين، الأمر الأول إذا كان هذا الشخص الذي أخذ المبلغ قادر على السداد وعنده إن شاء الله وناوي يسدد ولكن يقول اصبر علي وكذا، يجب عليك أنك تزكي هذا المال، تزكيه تطلعه من عندك، طلع زكاته، وأما إذا كان شخص مماطل وجاحد أو مفلس ومعسر مثلا لا ما تزكي حتى تقبض المال ولو بعد عشر سنوات وتزكي عن سنة واحدة فقط لأن أصلا هذه الفترة كلها في حكم المعدوم في حكم المفقود أما الحالة الأولى لا في حكم الموجود كأنك حاطة وديعة في بنك بارك الله فيك نور من موريتانيا تسأل عن الدعاء قبل في التشهد قبل السلام أخت الفاضلة بالنسبة للأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل السلام بعد التشهد منها قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ايضا دعاء اخر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ايضا دعاء اخر اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه كلها تقال قبل السلام بعد التشهد النور تسال تقول هل يمكن انني احمل المصحف في قيام الليل لانني لا احفظ القران كاملا الجواب نعم يجوز لك ان تحمل المصحف في قيام الليل وتقراي منه لكن عليك ان تتحرزي من كثره الحركه وانما تجعلين على ما يسمى بالحامل للمصحف الكرسي هذا المرتفع وتقلبين مثلا بيدك وترجعين تقبضين مثلا أو تحملين بيدك هكذا بثبات من دون حركة وإذا جئت تركعين تضعين في مكان مرتفع ما تضعين تحت إباطك أو بين يعني فخذيك مثل ما يفعل بعض الناس هدانا الله وهذا امتهان للقرآن ما يجوز لا يجعل عنده مكان مرتفع ويضع عليه المصحف بارك الله فيك نور تقول هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء في السجود اللهم زدني من حبك وحب نبيك ما في بأس هذا دعاء طيب اللهم ارزقني حبك وحب نبيك اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب نبيك مثلا هذا كله طيب بارك الله فيك نور تسأل تقول بينها نقاش هي والوالدة والدتها في قضية المسلسلات تقول يعني منهم من يحرم ومنهم كذا أخت الفاضلة المسلم في هذه الحياة عنده رساله المسلم في هذه الحياه عنده مهمه المسلم في هذه الحياه عنده غايه معينه لا بد ان يسعى اليها ولا بد ان يقصدها وان يؤمها هذه الغايه هي عبوديه الله عز وجل قل جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قل جل وعلا في اول امر في القران يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والنبي عليه الصلاه والسلام هو الانموذج الرائع الجميل المثال الاسوه القدوه الحسنه الذي ترجم لنا حقيقه الدنيا فكان النبي عليه الصلاه والسلام يهتبل وقته ويستثمر زمانه كله في طاعه الله عز وجل وهذا ما منعه من ان يكتسب لاهله وما منعه من ان يجاهد في سبيل الله وما منعه من أن يزور أصحابه وما منعه أن من يزور المرضى وما منعه أن يأتي إلى السوق ويشجع الناس على الاعتمال والاحتراف وعلى المهن والحرف ما منعه ذلك لكن الغاية العظمى استثمار الوقت هذا في طاعة الله ولذلك هذه الدنيا سخرت لهذا المقصد العظيم وأهل الجنة ماذا يقول يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ولذلك اختي الفاضله اوصي الوالده انها تستثمر وقتها في طاعه الله، انا لا الان في مقام الجواب على سؤالك حول المسلسلات، انا لست في هذا المقام. دائما المؤمن يشوف ما الذي ينفعه وما الذي يرفعه وما الذي يقربه عند الله عز وجل، دائما النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا عنوان عريض قاعده، قاعده عريضه احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، هذه القاعده تحتها مضامين كثيرة يعني الإنسان في مسائل الدين ومسائل الدنيا احرص على ما ينفعك كثير من الناس الآن حتى غير في غير مسائل الدين في مسائل الدنيا الآن كثير من الناس وهذه الغالبية الساحقة والله يحرصون على ما لا ينفعهم وقليل من يحرص على ما ينفعه الآن بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يبيع صحته صحتها لأشياء ما هي بنافعة ما هي بنافعة ما هذه التقنات وهذه الأشياء وهذه الأجهزة وهذه الألعاب اللي تدمر الخلايا وتدمر الصحة وتتلف العين وتتلف أشياء كثيرة وتضيع الوقت وتسحر الإنسان تجعله يعني يعيش في في حالة غيبوبة معه لأنه يسترسل معها فينسى حتى الواجبات والفرائض والحقوق والأشياء التي هي التي مكلف بها هذا هذا إنسان يحرص على ما لا ينفعه الحرص على ما ينفع ينفع الإنسان ما الذي ينفعه؟ ما الذي ينفعه؟ يحرص عليه، هذا اذا كان في امور الدنيا فكيف بامور الدين؟ فالانسان يستثمر وقته، انا ما دائما دائما اقول بان الانسان يجوز له ويباح له ان ان يستجم ان يستجم لقلبه ولروحه وان يمارس اللهو البريء، اللعب البريء، ما في شيء، ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم مارس ذلك. يعني ليست القضية قضية والله انكباب على الصلاة فقط، لا، الإنسان يتيح لنفسه ولأهله ممارسة شيء من الرياضة، شيء من اللهو البريء، شيء من مشاهدة الأشياء النافعة وليست الضارة تنفعك، تضيف لك علم، تضيف لك ثقافة، تضيف لك معلومة جديدة، صحية، تاريخية، جغرافية، أممية، إقليمية، ما في طيب أما الأشياء التي والله ما فيها نفع أبدا وقد يكون ضرها أقرب من نفعها العاقل الكيس الفطن هو الذي يبتعد عن هذه المواطن مريم بارك الله فيها تقول يعني من كم سنة راحت العمرة وبعد ما ذكرت طبعا تقول بأنها يعني بعد ما لفت من جهة اليمين إلى جهة الحجر الأسود وحصل ما حصل مثل ما ذكرت أقول أقسمت بالله يا مريم الله يرضى عليك ما عليك شيء ما دام أنك صادقة ولله الحمد على مثل هذا وإلا فدع يعني الإنسان يقسم على الشيء الذي يقوله صدقون ما يصدقون هذه لهم ما عليك أنت منهم أهم شيء صدقك مع الله عز وجل فما دمت حلفتي حتى لو كنت حول الكعبة حتى لو كنت داخل الكعبة الله يرزقك إن شاء الله تدخلين الكعبة حتى لو كنت داخل ما دام صادقة الحمد لله مدام صادقه الحمد لله ما عليك شيء يا اخت مريم بارك الله فيك تفضلي يا خلود خلود هلا تفضلي تفضلي انت على الهواء آه كيفك يا شيخ؟ مرحبا اختي تفضلي عندي سؤالين اي تفضلي السؤال الاول عن صلاه الضحى ايوه ما استفدنا شيء طيب كم باقي عندنا طيب أرجع لأبو لأ خالد من الجزائر يقول بأنه يقول السنن الرواتب هو يقول 12 ركعة يقول بالنسبة لركعتين قبل الفجر هل هذه هي صلاة الصبح وبالنسبة لركعتين بعد العشاء هل هذه الشفع لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك السنن الرواتب سنن مستقلة 12 ركعة النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الصبح يعني بعد الأذان هذه ركعة اسم ركعتان اسمهما السنة الراتبة القبلية السنة الراتبة القبلية عندكم في الجزائر وفي يعني المغرب العربي عموما يعني يسمون الفجر والصبح والرغيبة وكذا هي الواقع باختصار هذه سنة راتبة قبلية يصليها المسلم قبل أن يدخل في فرض الفجر في صلاة الصبح اللي هي الفريضة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها بحيث أنه ما تركها لا حضرا ولا سفرا كان يواظب على هاتين ركعتين وكان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها بالنسبة للركعتين اللي بعد العشاء هذه اسمها السنة الراتبة ما لها علاقة بالشفع ما لها علاقة بالشفع هذه اسمها السنة الراتبة البعدية بعد صلاة العشاء يصليها المسلم بارك الله فيك أبو خالد يسأل يقول عنده ابن جته بنت سماها دنيا يقولون بأن هذه من أسماء أيوب عليه السلام والله يا أخي الفاضل ما أعتقد احنا زوجة أيوب ما نعرف اسمها كيف بناته ولذلك هذه من الأشياء التي ليس لها حقيقة زمام ولا خطام وهي من المسائل التي قد تذكر في الكتب لكن ليس لها مستند وليس لها أصل يمكن الإنسان يطمئن ويعتمد عليها ما لا أصل بارك الله فيك علي من العين يقول هناك بعض ال المتاجر وبعض الأسواق يضعون سيارة للسحب عليه يقول يقوم مجموعة كبيرة يسحبون ثم ليخرج نصيبه يأخذها يسأل عن حكم هذا الشيء أخي الفاضل أولا يجوز لصاحب المتجر لصاحب السوق صاحب مؤسسة شركة أي جهة أن يضع جوائز للناس ما في بأس يجوز للإنسان يضع جوائز تشجيعية ترويجية لمحله هذه تدخل ضمن طبيعه او ضمن مساله الترويج للبضائع ما فيها شيء يضع جائزه سياره ولا اي شيء هذا واحد الامر الثاني لا يجوز للانسان ويحرم عليه ان ياتي فيشتري من هذا المتجر اشياء اصلا لا لا يحتاج اليها الا لغرض ان يدخل في قضيه المسابقه هذا ما يجوز هذه دخل الان دخلنا في مساله القمار ليش لان المساله ستكون مبنيه على الغن أو الغرم إما أن يكسب وإما لا يكسب لأن سيكسب واحد فقط ولك أن تتخيل ألف ولا ألفين ولا ثلاثة آلاف فهنا نقول ما يجوز أما شخص والله مثل أنا أجي أنا أتعامل مع هذه الجمعية ولا مع هذا المتجر دائما كل أسبوع أزورهم أشتري حاجات حاجات البيت ومقاضي المطبخ ها؟ ثم قالوا لي والله خذ هذه هذه يسمونها البطاقات او يسمونها حقت المسابقه هذه وحط رقمك وكذا وانا اصلا ما قصدتها يعني وطلعت من نصيبي ما فيها شيء في مثل هذه الحاله هذه تدخل ضمن الهدايا العادي، لكن ان ياتي الشخص فيشتري قصدا حتى يحصل والله على بطاقات السحب هذه قصدا وهو اصلا ما هو محتاج هذا دخل في القمار، كأنه دخل في قمار لان مساله مبنيه على غنم وعلى غرم. علي يسال عن صحة حديث لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، هذا حديث صحيح، هذا يدلنا على خطورة ترك صلاة الجماعة بالنسبة للرجال لأنه ما يتخلف عنها إلا منافق كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة الفجر الصبح والعشاء، وأما إذا كان الإنسان مشغولا أو في عمل أو يصلي في مسجد آخر هذا يعني الحديث ليس إليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أناس يتعمدون ترك صلاة الجماعة وهم من المنافقين ولذلك قال لقد هممت ولم يفعل هذا مجرد هم حديث نفس يعني هم هو ليس حديث نفس فقط بل فيه عزم فيه عزم لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ما عند ما في هذه البيوت من الذرية ومن النساء النساء منعوا في ذرية ونساء وإلا قال هؤلاء يستحقون وامتنع النبي صلى ولم يفعل هذا الشيء بارك الله فيك فريد من دبي يسأل يقول إذا اشترى شخص عقار معين مثلا وهذا المشتري يقول ما سجل العقار وبعد أشهر جاء وباع هذا العقار وهو لم يسجله ما الحكم في مثل هذه الحالة أخي الفاضل بارك الله فيك عندنا قاعدة في أبواب المعاملات ما يتعلق بقضية ملك المبيع ما يتعلق بقضيه ملك المبيع وملك المبيع المقصود فيه قبضه والقبض كل بحسبه فالعقار قبضه بالنقل في الصكوك والاوراق الرسميه السياره قبضها بتحريكها ونقلها من مكانها الى مكان المشتري البضائع قبضها يكون بنقلها الى المستودعات او المخازن هذه العمل ولذلك يحرم على الانسان ان يبيع شيء لم يقبضه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سأله حكيم بن حزام يقول إنني يعني أبيع فيأتين رجل وليس عندي شيء قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فبالنسبة للعقار يا أخي الفاضل عندنا يعني رجل الآن تقول اشترى عقار ودفع المبلغ دفع المبلغ الآن في المكتب دفع المبلغ والعقار في المكتب باسم هذا الرجل لكنه ما سجله في يعني الجهة الحكومية فتقول هل الآن لو أنه باعه يجوز الجانب الشرعي ما دام ان في شيء يدل على انه قبضه يعني في المكتب مثلا جاهز ما في شيء او حتى حتى قديما ما كان كان بالشهاده او بالاشتهار اما الان يا اخي الفاضل القانون يمنع اللي اللي يعرف ان القانون يمنع ولذلك اذا امر ولي الامر بانه لا يجوز بيع اي عقار او سر الا بعد ان تسجل انه لا يجوز لا يجوز ان يقدم على مثل هذا العمل حتى يسجله وانا اعرف يمكن تقول لي فيها خسارة تسجيل لأنهم يأخذون نسبة معينة وكذا يجب على الإنسان أن يلتزم بهذا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لكن قضية لو حصل وقدر الله وحصل فإن البيع الأصل أنه صحيح لكن الله يعين على يعني مخالفة النظام والعقوبة على ذلك خلود من السعود تفضلوا آه طيب خلود من السعودية للأسف الشديد انقطع اتصالها ولكن هي سألت عن صلاة الضحى ومع ذلك نشرح لها صلاة الضحى صلاة الضحى يا خلود الله يرضى عليك يبارك فيك سنة من حيث الحكم الشرعي سنة والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وحث عليها وحرض عليها وكان يوصي أصحابه بصلاة الضحى وعائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي أربعا من الضحى قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام وأما وقتها فهو من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها بربع ساعة تقريبا إلى أذان الظهر، هذا زوال الشمس، هذا كله محل صلاة الضحى وأفضل أوقاتها شدة الحر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمض حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال، صلاة الضحى ليست من السنن المؤكدة التي تقضى إذا فاتت لا، وإنما هي من السنن غير المؤكدة فيحرص عليها الإنسان والوقت ولله الحمد واسع في مثل هذه الحال. طيب انتهت الاسئله وانتهى وقت البرنامج غدا ان شاء الله لي معكم لقاء حول حديث نسال الله جل وعلا ان يبارك فيه ولعلكم تجدون فيه فائده واعتذر عن استقبال الاسئله غدا فقط لما تعودناكم من الحديث التذكيري والوعظ اشكركم على المتابعه اشكر طاقم البرنامج على جهوده التقيكم غدا بحول الله وبقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم